عسلامة ومرحبا بكم جولتي في السوق الكبير ديرة بدبي. ما تنساوش اللايك وشير للفيديو، واللي مش مشترك يشترك في قناتي ويفعل الجرس باش يوصلو كل جديد. يا جماعة الفيديو مهم برشا، علاش؟ على خاطر اولا باش يفيد الناس اللي موجودين في الامارات ويفيد الناس اللي برا اللي جايين سياحة، ممكن يستفادوا، والناس اللي موجودين بالامارات ممكن زادا يستفادوا، في ناس ما تعرفش او ما عندهاش فكرة على السوق، فالفيديو بتاعي ممكن يفيدها وينفعها. السوق فيه برشا حاجات، فيه التوابل، فيه الاعشاب، فيه التحف، فيها ممكن تاخذ هدايا تهديهم، ممكن تاخذ حاجات سوفونير انو تخليهم ذكرى، فيه العبايات، فيه برشا 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 حاجات ما شاء الله، الخير الكل موجود في السوق. شوفوا يا جماعة بالنسبة للأسعار تعتبر معقولة. شنو الأسعار المعقولة؟ فما الأعشاب والتوابل والعبايات تعتبر معقولة جدا، فما التحف، الحاجات المنقوشة، الحاجات النحاس، تعتبر غالية. هي بالنسبة للغلاء سواء عندهم ولا برا ممكن يبدأوا الحاجات هذوما شوية غالية، ولا الحاجات الهاند ميد زادة ممكن تلقوها غالية شوية، ولكن انتم تفاصلوا وتنجموا تنزلوا السعر اللي تحبوا عليه، وبالطبيعة البيعة حسيتهم متعاونين برشا ان هم ينزلوا في الأسعار. بكم هذا؟ هذا 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 75 75 درهم. ايوه اوكي. وهذا اللي جنبه نفس السعر؟ نفس السعر 75 درهم. كبير ولا صغير كله نفس السعر. اوكي. بعد الزيادة سوى ديسكاونت. كم آخر؟ كم أبايد؟ حبة. حبة أبايد؟ 70 درهم. 70 درهم، أوكي. وهذم كم هذم؟ هذا برايد غير. هذا 180، 250. هذا 250؟ أيوه. كيف هذا؟ هذا براس. كواليتي زين هذا. هذا للزينة مش للاستعمال. شيء كويس. هذا للزينة مش للاستعمال. لا استعمال. استعمال؟ ايوه. وهذا كم هذا؟ هذا 220. والبلو كم؟ هذا البلو حلو. هذا نفس السعر. 220؟ لا 250. 250؟ آخر كم؟ 280. أوه 230. آخر كم بتعلي؟ 230. 230، أوكي. وهذا كم؟ هذا نفسه. هذا نفسه؟ أيوة. هذا سوي ديسكاونت، هذا رخيص. هذا 160. 160، 140، 140، 140. الشيء كويس هذا. هذا 140. ثلاثة أربعة هذا كل شيء. بعد الزيادة سوي ديسكاونت. في مارجش حالات. وهاي نفس هذا كله. لا هذا غالي. هذا 70 درهم. هذا هذا 70 درهم. 70 درهم اوكي. وهذا كم؟ هذا يجي 110. 110. هذا حلمي. حلمي. وهذا كم؟ هذا 35. 35. لقيت تقرص الزرزر اللي تعرفه كدرواس. خلاص دروانا.
والعبايات كام؟ عبايات اللي فوق غير كله. اه كل واحدة وسعر؟ ايوه. اوكي، هذه أول واحدة البلو هاي كام؟ بلو 220. اوكي. بعد بينك 190. وايت 190. 190، اوكي. بلو 180. ريد 240. بعد جرين نفس السعر 240. بلاك على 220. اوكي، والوايت؟ وايت نفسه 220. بعد هذا هات نين بيس هذا 230 240. هذا بيس ولا اثنين بيس؟ لا بيس وايد 230. 230 هذا كله تيزان شايفون هذا. اها يا بعد في الثاني كفتان هذا هذا اي واحد. اه هذا الجراي والبينك وال هذا ثلاثة. اه 140 درهم. 140 درهم. 140 ايوه. اوكي هذا يجي اربع عباية. عباية كله نفس السعر. كم عباية؟ 135. 135 اوكي. كله نفس السعر 135. والشيلات كم الشيلات؟ هذا نفس السعر 85. اها. بعد هذا 100. اللي تحت 85 واللي فوق كم؟ فوق 175. 175. ايوه. اوكي. كم تي شيرت؟ تي شيرت ب 20 درهم. 20 درهم. في 40 درهم. سادة حق رجال. وبعد هذا ستون. اوكي. 40 درهم. هذا 20 ايوه. وهذا 40. ايوه هذا 40. هذا مالهم مال شوية غالي. ليش؟ وفي هذا قطن يعني؟ يعني هذا ستون سوي يشتغل زيادة يعني. اها. هذا في فلوس زيادة. هو في سادة بس برينت يعني. هذا سادة ما فيه شغل كثير. هو بس سوي يد شغل عشان شوية. بعد في شلال بعد في أحسن لون. طيب أصور جوز؟ هاي مو مشكلة. وكم هذا؟ هذا كم؟ هذا في كامل سيت 11 حبة. 11 حبة. هذا 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 اللي يتعلق في السقف. ايوه آه. لازم. اها بكم ال 800 ال 11 يعني انتم بتبيعوا بال 11 مش بالحبة؟ بالحبة في بس كده شوفوا حبة واحد سنجل سنجل. هذا هذا الصغير اللي فوق. ايوه هو لارج جاس. هذا ميديوم جاس. ميديوم. لارج جاس 120 ميديوم جاس 100 درهم. الوسط كم؟ الميديوم كم؟ ميديوم ميديوم 100 درهم. او الميديوم 100 درهم. كبير لارج جاس يجي 120 والكبير 120 بالحبه. ايوه بالحبه. وهذوما بال 11 حبه. هذا كامل ست واحد. ست اوكي هذم كلهم كده. ست كامل ب 800 درهم. 800. 800. 800. اوكي. حلوين. وهذا النحاس كم هذا؟ هذا 150 درهم بالحبة. في بعد غير موديل. في أكثر من نقشة. أيوه. أكثر من نقشة. هذا كله يد شغل. شغل إيد هذا هاند ميد. وهذا الحصان كم هذا؟ هذا 350 درهم. 350 درهم. أوكي. صغير ب 120 درهم. running horse standing horse different. اوكي بس هذا كله يد. شغل ايد. هاي بعد في شيشه كله يد شغل. هذا شيشه كم الشيشه؟ هذا 150 درهم. الكبيره 150 والصغيره 80. اوكي. وهذا الابريق كم هذا؟
هذا نفسه 150 150 كم؟ صغير ب 60 هذا الصغير 60 ايوه How are you? هذا النيلة اوكي ليش هو هذا النيلة هذا عشان ملابس عشان الهدوم يعني صبغ الهدوم يجي لون غير اوكي وثاني اللي كبريت مال حساسيه مال الجسم هذا الكستانيا هذا عشان المفاصل عشان الالم وظهر زين كيف يستعمل يكسر هذا في داخل هذا شيء ابيض ثم داخل ماكينه يجي بودر مع حليب يشربه يتشرب ايوه مع المية ويتشرب لا حليب ها مع الحليب مع الحليب ايوه اوكي ما شاء الله هذا اللبان مال البخور وهذا الليمون الاسود وهذا البومستون وهذا مال الرجلين هذا للرجلين كم هذا للرجلين كم هو مات 5 5 درهم نعم وهذا تندوري مال تشيكن وهذا كافي وهذا بعد سماق وهذا زنجبيل وهذا البهارات مشكلة وهذا كركم اوكي وهذا هرمون مشكل بعد وهذا بخور هذا ايوه هذا بخور لشو هذا هذا يستخدمون عشان الحسد داخل البيت عشان شو حسد الحسد الحسد ايوه وهذا مليسة عشان نوم زين هذا ورد هذا اصفر شوران هذا لافندر هذا زعفران لا اصفر شبه الزعفران الزعفران هذا في داخل المحل اوكي زعفران شيء غالي وهذا لافندر لافندر وهذا بابونج ثاني بعد كركدي كركدي هذا ورد الرمان عشان هذا شو هذا الاحمر شو ورد الرمان ورد الرمان أيوة. هذا عشان شو عشان الكوليسترول زين عشان شاي اوكي ايوه عشان داخل شاي وشرب اوكي زين وهذا بعد بعد هذا ورد باكستاني عشان التزيين كيك ورد زين ورد باكستاني ولا عشان شاي بعد وهذا جاسمين ايوه جاسمين عشان الريلاكس يتشرب عشان الواحد ريلاكس يبدأ اوكي وهذا بعد زعتر اللي هناك زعتر اوكي زعتر ورق وثاني بعد مرامية وثاني الجوز التيب جوز التيب اللي سوون داخل بهارات اوكي 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 وهذا اللي ابيض شو هذا ابيض الملح اول ملح والثاني شبة اوكي ايوه وهني بعد في هذا سمح عربي سمح حلوى لشو هذا؟ أسوون داخل حلوى أسوون بودر داخل شو؟ حلوى حلاوة الحلاوة أوكي أيوة. وهذا بعد عشان رجلين بعد هذا للرجلين وهذا كركم. كركم وهذا بعد كركم هذا كركم ذكر وهذا كركم نسا كركم هذا كركم شو؟ كركم نسا هذا المرشرة كركم نسا أيوة مالش. عشان كحو عشان سدر عشان شو؟ كحو الكحة؟ الكحة الكحة حلوة الكحة أوكي. أيوة وهذا مال طبخ نفس ال للطبخ أيوة. أوكي وهذا بعد ليمون وهذا بخور جاوي أحمر فيه وأسود فيه وهذا القرفة وهذا بعد قرفة وهذا أرقسوس أرقسوس لشو أيوة. هذا أرقسوس؟ هذا عشان اللي عنده مشكلة يعني الكحة الكحة كمان راكب داخل ماي ماي هار وبعدين يشرب ماي يتشرب ايوه نعم ما شاء الله وبعد في داخل زعتران وبهارات اوكي نقرب كل شيء فيه مشكور
هذا القهوة. هذا القهوة. أيوة قهوة حبوب. هذه قهوة بودر. أيوة هذا بودر أصلي. هذا سووا داخل الماكينة هنا عند الماكينة سووا داخل الماكينة نجيبه. وهذا حلول هذا عشان اشتغل بتن يستخدمون هذا مع الورد شوية هذا وشوية ورد يسوي ميك. معلش هذا عيد تاني ورق ليمون. لا لا مو ورق ليمون هذا بالإنجليزي بالعربي حلول اسمه. حلول. حلول حلول. طيب لشو هذا يستعمل؟ هذا استعملون عشان يشتغل بطن. للبطن. اي عشان يشتغل بطن تعرف؟ ما فهمت يعني لو في مشكلة في البطن هذا. البطن وهذا. للهضم يعني للهضم. أيوة. أوكي. ما شاء الله. وهذا بعد الصابون الغليل الجمال هذا ليش هو يستعمل هذا الصابون؟ هذا عشان واج ولا عشان الجسم للتبييض طبيعي وشيء زين ما شاء الله. هذا ماي وارد وهذا ماي وارد مال الغليل الجمال هذا بكم هذا الماي الورد الغليل الجمال 10 درهم أيوة. والصابون كم؟ الصابون يجي 15 درهم 15 درهم نعم. طبيعي هذا صح؟ ايوه شيء زين شيء طبيعي شيء اورجينال يعني وهذا طيب. جل جل الزعفران هذا بعد عشان الوجه للوجه ايه هذا فيس واش ايه. شو يعمل الوجه هذا عشان الحبوب عشان الحبوب حلو الحبوب كم هذا هذا بعد 10 درهم 10 درهم ايه. اوكي هذا المطحن الزعفران مطحنة ايوه اوكي انا مال الزعفران ايوه وهني بعد بهارات في بهارات بهارات سهارات بشكل كل شيء هذا كله زيوت او زيت ال شو هذا جينسينج اي نعم زيت كبد الحوت زيت ال مش واضح القرفة زيت الحلبة زيت الجزر انواع واشكال الزيوت ما شاء الله كل شيء كله 10 درهم كله زيت اللبان زيت الرشاش Needed anything? Oh, good. Safran, white oak, mugas, andalus. Thank you.